حبوباتي تنخليكم ياك بالمقدمه، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. حاولت نبدل المقدمه اليوم، فيديو اللي خطير كما كتشوفوا في العنوان. اول حاجه غادي نقول لكم شكرا بزاف على الميساج ديالكم، شكرا التعليق ديالكم زوين، شكرا الناس اللي كيدافعوا عليا واخا كنقول لكم ما تبقاوش تديروا مع هذوك اللي بين قوسين اللي حماق. و نبت على هذوك اللي ماتي حامله وانا شعره قبلها بكم جالسه كنحمق ما شاء الله عليا غير كنضحك. المهم ما كنضحكش، انا عارف راسي زوينه، نتوما عارف راسكم زوين، واحد هو اللي يعرف راسو زوينه هو ما يتكبرش. المهم الغيره عرفتي البنات، لقيت شي كومونتيرات وشي تعاليق عرفتو تيبينوا على واحد الحسد وواحد الحق ذويبي. واش انا عيني في اخ منو عيني فيه؟ واش بنادم ابوني عندي داير لي ابوني وتيدير لي ديسلايك وفوا كنحط الفيديو؟ الله يستر. المهم غنبغي نقول للبنات بارك من الطاقه السلبيه الطاقه الايجابيه اليوم، وشكرا لكم كاملين، شكرا التعليق ديالكم، كنحمق عليكم، كنبوسكم وحده بوحده في داركم في دياركم في دياركم. المهم قولوا لي كيفاش جاني اللوك؟ انا البنات هذه هي المشطه اللي كنحمق عليها، واخا عندي الباتيك السطال ولكن كنحمق. هذه هي المشطه اللي كنحمق عليها واللي كنرتاح فيها، كما داكشي مره مبهدله مره مفركسه. اليوم ما بديتش لكم الديكور حيت طلع لكم هذاك البيت ديالي في راسي. اول حاجه غادي ندير لكم عليها البنات هي واحد الصباغه اللي كانت سولتني على دير واحد المتتبعه وقالت لي عافاك ما تنسينيش ما عقاش على الاسم ديالك، اللي هي هذه من لا مارك اني، كنت دايرها في واحد لا فيديو ما عقلتش بالضبط. هذه عندي البنات لا ريفيرونس ديالها 61. المهم كنتمنى تكون المهم لا ريفيرونس ديالها 61، هي هذه البنات اني ما كتقشرش كتحمق، كتوصلتني من عند واحد السيده مشات لي صراحه النمره ديالها ما عرفتش شحال كيديروا بالضبط. المهم هاد الالوان هادو فنين كيجيو مع جميع الالوان ديال البشره يعني ديال اليدين غزالين بزاف. غنوريكم المكياج، دايره خفيف فون دو تان، تراسي حجباني هكا. غادي نوريكم لا ريفيرونس ديالو اللي بحالو بحال صباغه، ودايره ايلاينر غير في الجناب. والمهم ان شاء الله دابا ندير لكم شي تيتو ميك اب شحال هادي ما درتو وصافي. دابا كان نحيد شويه النظر اختي خليهم كنحمق. والصباغ اللي دايره اليوم اللي هي هذه 5 دراهم اللي سمعنا عند مولين 5 دراهم، اصلا كتباع هذه الا لقيتوها في الفنون ديالها، هو هذا اللي دايره تيبان ناصح ما عرفتش علاش. المهم الغافيرونس ديالها 048، كتبت كتابه مقلوبه حيت ما يمكنش يصور بالكاميرا قدامي صراحه ما كنرتاحش فيها. تبعوني في الانستغرام ديالي اللي هو رش واش، انا نخلي لكم هنا ولا هنا ولا الفوق ولا هنا. كنتمنى تكونوا كتسمعوني حيت ماما ناعسه شويه كنهضر شويه. هذه ولاكر كانت سولتني عليها عاوتاني واحد المتتبعه قالت لي عافاك وريه لينا في شي سميتو، هذا ريفيرونس ديالو فيه 5 يعني عكر رخيص ب 5 دراهم. هو هذا يا البنات اللون ديالو كيحمق، كنت دايره منو غير شويه واخا باش سولتني عليه ولا كنت دايره منو بزاف. المهم كيجي هكا اللون ديالو غزال وريحته يا سلام. هذا من عند المعارض ديال 5 دراهم اللي قلت لكم كاين في الخبازه في الزنقه 36، غزال هذا البنات ما كيمشق لا والو. هذا اللي دايره وهذا من لا مارك اني اللي كان تواصلني، ها هو البنات لقيتهم ما كيتلصقوا ما كيتقشروا، كولي شربي وارين 22 لا ريفيرونس. فن ريحته فن، ها هو اللون ديالو. هو هذا ما كديري شويه كاين صح، هو اللي دايره. وحاجه اخرى هو هذا قلت لكم ما كيتلصقش. ها اليوم يا البنات صافي سالينا المتطلبات ديالكم. اليوم يا البنات غادي نقول لكم جايبه لكم ميزه واعرين اللي طلبتوني عليهم بزاف، واللي انا واخا يعني ما محتاجاهمش قلت ماشي مشكل، واخا يعني عندي ازرام تشرا وطرام ديال التخربيق زعما ماشي كنفرح لكم، لانما فعلا ماما ديما تتشكى من هاد القضيه المالي ومابقاش قادني. المهم البنات غندير لكم باول ارتيكل اللي شريته ب 5 دراهم اختي 55 عليك، وهذا يا البنات هاتي يا هاد لا شيميز. انا من عشاق الشميزات، هاد اللبسه اللي لابسه انا كونفيرسا جين بخير، اقسم بالله لما هاد اللبس قررت وقال هو اللي غنبقى نلبسو هكا في الصيف قوي من جات يجيو كلاس البنات. خلينا من التلصاق وخلينا من بوديات من السطقين وداك الشيء، هذا قميجه هكا ديال لولان. شوفوا حنا اللي كنكونوا كنديروا يوتيوب ضروري تلقي السروال الجيوه، المهم ما تديوش عليها التنسيق، هذا غنلبسو مع الجين بيض
ولا تجين هكا في البلوسيال ولا بلو مارين سامبل، غيجي في فن كونفيرس ولا صنيديره ولا اي حاجه، غتجي غزاله. هاد لا شيميزه البنات ب5 دراهم، كتجي واسعه، والثوب ديالها مبرد مبرد بزاف، حمقتني. وقولي يا بنات كيفاش جاتني وكيفاش جاتكم في لي كومونتير. هادي البنات ب5 دراهم الرخا اللي ما بغا. هادشي كامل البنات. كنت واحد النهار مشينا للسويق انا واختي ديال العلامه، بقينا كندورو وبقينا كنميخلو من عند هاد الناس العلامه اللي حدا المسيره، تما كيكونوا نهار الحد حاطين، مشينا بقينا كنميخلو حتى لقينا. غنوريكم شي ميزات بدرهم زعما انا الهمزه فيما كانت بط تتقلب عليا، قسما بالله اختي اللي بغات تخلصني ومشي تقلب لها على الهمازي ماشي مشكل، كنضحك معكم. المهم غادي ندوز حاطه هذاك الشيء هنايا، المهم غادي نوريكم الحويجات. نوريكم البنات اول حاجه اللي هي ماشي من الجوطيه، اللي هو هذا السروال اللي خطير. ها هو يا البنات شوفوا شحال زوين. واو 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 واش كنت غادي ندير، دايره لكم الديكور زعما. هو هذا السروال ديال لولا، الثوب ديالو ديال لولا، كنتمنى تكون الاضاءه وداك الشيء زوين، غزال بزاف. ولا ماركه سيدي ديال مونغو، هذا من واحد لابوتيك. قبل ما نوريه لكم، هذا كاين واحد لابوتيك عندنا في لاكار الكبير، في الطلع الفوق على يدك، من تكوني طالعه على يدك اليسر، ولا كنتي جايه من جهه لاكار على يدك اليمين، غادي تلقاو سميتو ستيل ولا شي لعيبه هكايا. كيجيب دي بياس واعر 1650 درهم، 1650 في هذا القبيل، ما كيفوتش هذا سميتو. هاد السروال البنات اللي غيجي خطير مع تيشورتك حلا ولا شي شوميزك حلا، عادي يجي دار نص نايديره وكاع غادي تزاوط على البحر. قالت على هاد الكلمه البنات، فيه الجياب هنايا كبار، وهانتوما كيفاش داير غزال يا البنات. كيجي هابط فيه داك اللعيبه حتى لتحت، هانتوما وذروه. عرفتوا يا البنات راه ما يمكنش، هانتوما كيفاش كيجي، ويجي معقود هكا. تخيلوا معايا دي باردور بعدا في الكحل، عرفتي راه جي البنات عرفتي صافي خططت ليه، غندير معاه دي باردور في الكحل وصنيدير نكون صاحب داك الشيء غزال. وهذا يا البنات هكايا في الربيع، مع الربيع هكا تلبسيه مع كونفيرسا وكويره كحله، هذوك اللي كتشوفوني لابساها وشي دي باردور تحت في الكحل، عرفتوا يا البنات كي غتجي لابسه خساره، ما كنقدرش ندير تنسيقات في الدار، ولكن غادي نحاول نبقى نديرهم. هانتوما يا البنات تيجي فن طاي اوت وكل شيء، ها حتى المعده فن يا البنات، هانتوما غزال. كنصحكم يا البنات بداك الحانوت اللي ما عندهاش الفلوس غتفركس غير منه، قسما بالله انا الحمد لله كنفتخره براسي حيتاش كنجيب ليكم شي حاجه اللي رخيصه بزاف وفي متناول الجميع، تقدري تفركسي واخا ما عندكش الفلوس، يعني 100 درهم غادي تكسي، كتشري لك سروال وقميجه وهانتي مكسيه والله العظيم. غندوز عاوتاني غادي نوريكم واحد السروال اللي تابع لي اويلي على الصدمه على هاد السروال بلاتي بلاتي ندير ليه لا سانتور ديالو غنوريكم. خصكم تعرفوا الثمن صدمة، زوج دراهم، زوج دراهم، أختي أنا الراجل لا ياخذني سمحيلي، مردي، غتكسى 100 درهم غتكسيني العام كامل. شوفوا يا هي البنات هاد السروال، وما تحكموش عليه وهو ماشي ملبوس، شوفوا بحال هذاك الشيء اللي كيكون كيتباع في مروة، وبحال هذاك الشيء اللي كيكون كيتباع في زارا، بعدا نوريكم لا مارك، ماشي لا مارك هادي. دي بام ولا ما نعرف. المهم البنات شوفوا لي السروال بعدا، لو لا بارد جدا 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 جدا، هانتوما لو لا في البيج، وشوفوا الديكور اللي فيه هنا الجويبات، شوفوا الديكور، ايماجينيو معايا يا البنات هذا غادي يجي طاي اوت مخشيه فيه شي شوميز كي غيجي سامبل وانيق وزوين. انا كنحمق على لو لا في الصيف، شوفوا يا البنات كيفاش غادي يجي، ها طاي حتى لهنا نديرو معاه شيميز هكايا وترخ فيها بحال كتجي لبسه زوينه، ديري معاه دي باردور وتخرجي اي حاجه. هانتوما يا البنات طاي اوت وتلبسيه مع شي صنيديره كلوكيطا، ماشي كلوكيطا دوك صناد الكلاس كيكونوا كيتباعو في مروه بلا فنين، وشيميز وزيدي يا اختي مع الطرق وانت مفركسه ومبرده بجوج دراهم البنات، ايماجينيو معايا. شوفوا السروال لو لان ديالو كي داير، هذا غتلقاه ب 200 درهم في دي فاكتو، غتلقاه بالثمن في مروه في داك لي بوتيك بزوج الدراهم يا البنات. ايش شفتو طرت عليه
البنات اسمحوا لي على الصداع. هذا كان السروال الثاني. غادي نوريكم البنات هذه اللعيبه هذه، شوفوا كيفاش كتجي ديال ديزني، والله الا ديال ديزني. 38 هانتوما فيها هاد اللعيبه هذه ديال ليتل ميريميد. هانتوما عادي البنات كتجي فنه في اللبسه، ها كتجي واعره صراحه مع تجين وصنيديله ولا كونفيرسا انتي زوينه ومفركسه، ولا ديريها تحت شي شميزه او ثاني ديال تجين هادي تحت دي باغدور هكا، حيت من هنا كتجي ديك اللعيبه ديال واسعه فنيه البنات. هادي بدرهم والله الا البنات انتم شوفوا الحماق قسما بالله حتى الحماق. ها دابا كيبان لكم داكشي واضح وكيبان لكم داكشي زوين وكلشي بدرهم. دابا عندي 3 دراهم، 2 دراهم في درهم. انا نوريكم البنات واحد السروال هذا ب 10 دراهم. هانتوما يا البنات خزي، واخا كانوا فيه هاد اللعيبات هادو محرودين، غادي نحاول نلقى لهم شي حل. هاد اللعيبه غادي ندوزها بالكحل متبقاش ماغون، غادي نصبغها ماشي مقشرين ما بحال لي محرودين. هذا يا البنات ب 10 دراهم تيحمق كيجي. شوفوا يا البنات شحال واعر، عندي سروال خزي بزاف ولكن انا كيما كنشوف شي سروال خزي كيعجبني. هانتوما هذا شويه ماشي سليم ولكن انا غادي نرجعو سليم. هانتوما شويه ضربه غادي نرجعو سليم هكايا باش يجيني لاصق مع شي صنيديله، يجي خطير ولا مع كونفيرسا ولا مع داك البروسكان ديالي. هانتوما يا البنات بلاتي نوريه ليكم تاي اوت وكيبين يا البنات الفورما. شوفوا هانتوما انا حطيتو عليا، شوفوا الجناب اللي عنده داير لي واحد الفورما بحال اللي كيخرج لك لي هونش. فهمتوا يا البنات كيجي خطير. انا اصلا عندي لي هونش هي بزاف، ولكن اللي ما عندهاش غيبين ليها الفورما ديالها خطيره. زعما لقيتو هاد الستيل ديال السرا ولا البنات حتى في الجداد خذوه، كيجي الفورما ديالو ايفازي بحال هكايا فهمتوا، كتجي خطيره. هذا مع الكحل مع البيض غيجي زوين، سيرتو مع الكحل اوه غيجي خطير. هذه البنات ب 10 دراهم لانه باقي نقي بزاف، ماشي باقي نقي وانما كل واحد وكل حاجه باش لقيتها انا وزهري. هذا ب 10 دراهم وغندوز البنات غنهضر لكم على هذه اللعبه هذه اللي خفيف عجبتني هكا لبسها مع تجين في الصيف، واخا انا ماشي من لي فان ديال القوامج اللي بحال هكايا، ما عنديش مع الكلاس انا بزاف يجبني داكشي سبور، ولكن عجبتني لانني لقيتها غير بدريهم. هانتوما يا البنات شوفوا الجديدات ديالها شحال كيحمقوا، كتجي فنه هانتوما كتجي خطيره. نحاول نلبسها لكم من بعد ولا غادي نخسر كلشي واقيلا. المهم انا نوريكم غير جديداتها وهي في البلو ماغي كتحمق با ويلي على بال ما رجع بدلو. المهم البنات نوريكم كيفاش كتجي، كتجي هكايا. بغيت نوريكم لي ديزات ديالها كيفاش كيجيو، كتجي كلاس. دابا هادي مشيت بهديله انا اللي دايره فراسي كيجيو فنانين لي ديزات ديالها كلاس بزاف، كتجي بحال هكا عادي يمشي كشكا. سمحوا لي على هاد التبهديله ولكن الله يعاون فيما عاود نحل القمجه فيها الصدافي. عجباتني البنات هكا فنان، هاد لي ديزات ديالها كيحمقوا فنان فنان لي ديزات ديالها عجبوني البنات. هادي بدرهم والله زعما ما غنقول لكم عرفتي راه تلقى داكشي رخيص كنتصدم في حياتي. ما غاديش ندير لهم قلوبه لان درت لهم قلوبه غادي نطويها ديروا باش توال. المهم انا كنحاول نصور لكم هكايا فيديوهات كيجيو عاديين وكيجيو نشاط حتى شاط باش نحس يعني نحسكم باللي بحال جالسين مع اختكم مع صاحبتكم فهمتوا الناس بغيت نقصد لكم. المهم غادي ندوز لواحد الصاك اللي ما يمكنش البنات اللي غزال بزاف. هذا جابتو لي اختي من سوق ثلاث ولا ما نعرف هي كتقري ما عرفتش ديال اللي التزمو ماشي سوق تما. غادي نعمرو باش غادي يبان زوين. هذا البنات اللي قلت لكم الثمن ديالو والله العظيم تما غادي تصدموا لانه باقي جديد باقي جديد باقي جديد البنات بزاف. شوفوا يا البنات شوفوا بلاتي باش يبان لكم حتى شي حاجه حتى كتعمر عاد كتبان.
هانتوما يا بنات، شوفوا لي الساك، شوفوا هاد اللعيبه اللي فيه بلاتي، نقربوا لكم هانتوما، شوفوا لي صويك، السميطه ديالو باقا جديده ما مصدي حتى حاجه من اللور السنيسله، وباقي جديد يا البنات من الداخل. شوفوا من الداخل داير بحال دوك السيكال الغاليين، ها جويبات هانتوما، وكلشي خطير يا البنات، والثمن غادي تصدموا منه اكيد بلاتي تنقيسوا لكم. هانتوما يا البنات كيفاش كيجي غزال، وفن والجلد ديالو، شوفوا لي يا البنات الجلد ديالو شحال زوين، شوفوا الجلد ديالو شحال خطير البنات. هذا كاريتا المهم البنات غنخلي لكم هاد الكاريتا، ختي تعصبت عليا مع قصتو، ها ماشي قصتو انا تا هكا شتوني كنهضر هو يطيح مع الطبله كتهز، انا ريحتي بقى فيا والله. المهم البنات ها هو الصويك ب 10 دراهم، هذا جابته لي اختي من سيدي على التازي ولا ما نعرف، المهم دوك السواقات فن يا البنات، مع الجين هاي تلبس مع كلشي، مع النوار مع الجين هاجي خطير، فن فن هاد اللون هذا كيتحتاج بزاف. غادي نوريكم واحد اللعيبه هادي البنات اللي شفتها وعجباتني، حتى هادي بدرهم لقيتها في العلامه تيكونوا حاطين تمايا، بقيت كنميخل وانا نلقاها. هادو البنات راه هما اللي ولاو لامود كيديروهم مع التريكوات ديال الصوف ومع لافيس، وانا بيان سور ما غاديش نلبسها لانها ماشي في النواغ، والله الا كنشوفهم كيديروها كتكون في هذيك الشبيكه. هانتوما البنات هادي بدرهم كتجي فنه هكا الناس بيها، ولا نقدر نخرج بيها مع شي فيست ما نعرف، انا تيعجبني ستيلي الحاجه، الا كنت مرتاحه شي حاجه وعجباني نديرها والله سنديرها. ها هي البنات بدرهمين، غنوريكم البنات هاد الجليبه بلاتي، غندير بوز وغادي نلبسها باش تشوفوها. كوكو حبوباتي انا رجعت لكم، هي باقا طويله، شوفوا يا البنات هاد الجلابه شي حاجه ديال شحال، هذه خياطه ديال المعلم اللي دابا كدير بالثمن، شوفوا لي ديدات ديالها، سولوا ماماتكم الا كانت كتفرج فيا شي ام، تحيه ليك، وقولوا لي يا خالتي هذه الخياطه هذه اللي كانت شحال هذه بالثمن. هذه البنات هاد الجلابه ب 20 درهم، الخياطه ديالها فن ما كتكمش لا والو، وهاد الثوب هذا ما عرفش ديالاش كريب ولا ما عرفش شنو كيقولوا لي، ما عرفش ديال الحرير، كتجي هكا عندها هاد اللعيبه فنه. هانتوما شرفوا جلابه قديمه راه السنيسلات الجديده ديالها، والقب ها هو شفتوا البنات القب ديالها جمعناه لانه كان كبير حتى لهنا، والشوشيه باقا جديده، وكتجي هكا عادي يا البنات فنه، حمقتني هكا مع شي صنيديله مشهيره شي صنداله من مروه وشي صويك هكا في النوار، غتجي فن يا البنات بزاف عجباتني. مثلا غادي نقص لها من الكميمات نطلعهم لها هكا، ماشي تجي قصيره هكايا حيتاش انا كيعجبوني الكمام ضربه وقصيورين باش تبان الساعه، ولا شي كورنيت كنتي دايراها ولا اي حاجه غادي تبان. حمقتني حمقتني يا البنات، قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتني، نكمل بيها صراحه بلاتي باش ما تبانش هاد اللعيبه. هانتي اختي هانتي هاي بقات كتبان من اللور، ولكن ماشي مشكل، عرفتي يا البنات راها كتحمق. انا جادوغ يا البنات الجلالب اللي كيكونوا هكا الفصالة ديالهم ماشي مخزنية، المهم مخزنية وفصالة عادية، معرفتش شنو كيسميو ديك الفصالة، واش مخزنية ولا معرفتش شنو كيسميوها. هانتوما يا البنات غتجي انيقة مع شي صنيديرة من مروة، دوك الصنيديرات اللي كيكونوا بلان غتجي فن، وغتجي مع صباط ديال الطالون قمقم قمقم بوانتي، غادي تجي مع دي سوندال هكا عاليين، غادي تجي مع كلشي تخرجي بها هكا في رمضان، الصويك ديالك مقاده حالتك شي تلاك خاشي، وهانتيا باخر. حمقتني البنات والله غزاله، هادي البنات ب 20 درهم خديتها من الخبازه من عند دوك الجلالب، موالين الجلالب اللي كيكونوا في الخبازه كيحطوا نهار الجمعه في الزنقه ديال 36، كتلقاو عندهم غيقلبوا غتلقاو شي حاجه واعره والله، واخا تشوفوا حاجه واسعه تكون غير جديده ما محبه ما حتى شي حاجه، أنتي يا بخير مع راساتك صراحه حمقتني وعجبني هذا الكراميل. قولوا لي البنات كيفاش جاتني في لي كومونتير، عافاكم
غادي ندوز البنات لواحد الصنيديره هذه غادي نوريها لكم صادفتها اختي. ها هي وقال واش 15 درهم لقاتها ولا ما نعرف. ها هي يا البنات ها انتوما هذه ديال اختي زوينه تجي هكا في الرجيله مجموعه تجي فن. عرفتي هذا الستيل كيجي فن مع هذا الجلالب والله. هاد السنيدلات ولا ديك السبيبطات اللي كيكونوا على هذا الشكل هما مجموعين من القدام مسدودين ولا بوينتي كيجيو كيحمقوا. هادي لقاتها ب 15 درهم واقيله ولا ب 10 ولا ب 20 المهم في هاد القابيل ما عقلتش باش نسول حيت هي ما كايناش حدايا. هادي غزاله وغادي ندوز البنات لواحد الصاك اللي بدرهم صدمه الطامه يا البنات الكبرى وغادي نعمرو ليكم باش تشوفوا هاد السيكان البنات اللي صحاح بزاف واللي براتيك واللي تلبسيهم في اي تكوني غادي لاي بلاصه غادي تلبسيهم ينفعوا سبور وكلاس وكل شيء. ها هو يا البنات باقي جديد ديال الدا كيجي هكا مسدود انتم غزال يا البنات وشوفوا الجلد ديالو راه باقي جديد البنات راه غير الكاميرا ما عطياش الحق ديالو راه ما كاشف لا حتى شي حاجه راه كيبان. ها هو يا البنات ما مقشر ما حتى شي حاجه ما فيه حتى شي ديف وهذه يا البنات بدرهم كان مكرفس وداك الشيء وصبناه يجي هكا هانتوما شفتو زوين ديريه وزيدي غزال. صافي البنات وصلنا للنهاية ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم الفيديو اللي تحت الطلب ديالكم واللي شحال هادي ما درتو في لاشين راه شي 4 شهور دابا. كنتمنى يعجبكم الفيديو اللي عجبكم وصلوا ل 1000 لايك ولا 2000 لايك باش يطلع للناس وداك الشيء وبارطاجيو القناه ديالنا باش نوصلوا ان شاء الله ل 100000 ابوني قبل راس العام الجاي واخا ان شاء الله غنوصل ليها واقيلا عندي احساس. بارطاجيو البنات القناه ديالنا باش ان شاء الله نوصلوا ليها وبارطاجيوها مع صحاباتكم مع اصحابكم سمحوا لي على الصداع اللي كتسمعوا. صافي كان هذا هو الفيديو عافاكم البنات اللايكات راه تحت الطلب ديالكم وكيما كنبغي نوصل لكم ديما يعني ماشي بالضروره نشري حوايج جداد ماشي بالضروره نشري حوايج غاليين نقدروا نتفركسوا ونكونوا انيقين باشياء بسيطه. يلا بسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جاي.